بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة. جيناكم بفيديو جديد مع الشرطي محمد مصطفى، كامل التفاصيل حول موقف العملياتية صباح هذا اليوم في سنير والخرطوم وبحري ومصفى الجيلي وفي الجزيرة والفاشر والنيل الأبيض والمهندسين وجبل موية. لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف اس 24 ليصلكم كل جديد. بالنسبة للموقف العملياتي مشرف، انا بالنسبة لي مشرف وفي نشاط وفي عمل نوعي مستمر، مع ان انا والله العظيم يعني ما عارف تاني اكتر من كده نعمل شنو. والله العظيم يا اخوان نتحرك ارضي في بحري، عمل ارض منظفة، ما تبقى من الجنجة الموجودين في بحري محتاجين على الأرضي على خفيف بتنضف. المصفى والله العظيم هسي هسي ده لو اتحركوا عليه واشتغلوا فيه شغل أرضي بنضف، ما تبقى من بحري والله ده شغل عمل خاص والله بنضف. أيضا جنوب الخرطوم برضه وعند قربين درمان ده كله داير شغل أرضي، ده محتاج لشغل أرضي. الشغل بتاع العمل النوعي بسيط ده خلاص وقته فات، كل التقديرات دي عارفينها والله، انها حرب مدن التحرك والقناصين احنا المراحل دي اتزناها في بعض المحاور، ها والله العظيم اتزناها، لكن البغنع ها قيادة السيطرة بالكلام ده منه قاعدين واهمين لك العساكر هناك، ما عارف والله في قناصين وما عارف شنو، والعساكر اتحركوا ويشتغلوا ما بيلقوا الكلام ده على الاطلاق، ما بيقول الكلام ده. على العموم العمل النوعي والله التحيه للعمل الخاص، كان في جنوب الخرطوم، كان في بحري، كان في ام درمان، المهم العمل الخاص التحيه لكم، كان في الجزيره، كان في سنار، شقارين ما قصرتوا عشان الله تبارك الله مدورين شغلكم، ما قصرتوا معنوياتكم فل رغم التعليمات البسيطه دي، لكن اللي بدوكم لده بتنجضوا يعني. فالموقف العملياتي ككل كده والله مشرف وشغل يسر البال، وانا من بدايه الحياه قلت لك طالما انك انت عندك عسكري معنوياته فوق وعنده الرغبه انه يقاتل، والله ده ما فاضل الاسلحه النوعيه وما فاضي شفتها لا يسلح، فقط العقيده القتاليه. والجنجة جربوها وشافوها، الجنجة قاعدين يكشفوا من بعيد في بعض، وعارفين الشارع ده فيه كده، وعارفين لو تحركوا هنا بسهر لهم كده، حفظوا الشارع ده حفظ عديل، لكن قيادة السيطرة هم داخلين في الفتيل بتاع شنو؟ بتاع عدم التحرك ده. طيب عندك الفاشر، وما أدراك ما الفاشر؟ إعلاميا الله جنجا، إعلاميا اللي بشوفهم الله يقول نازل ما فضلوا حاجة في الفاشر، ده إعلاميا، لكن لما تجي ها للواقع بتاع المعركة طلص يا جنجة طلص. بعدين الحرب بتاعتكم في الميديا دي وجايينكم وحشدوا وجمعوا وقوات لا مثيل لها وما عارف جا من وين وجا من وين، ده كله سواقة ساي. تعال جرب انت بس، جرب قريب وتلقى العجيب. شغالين تدوين 40 دليل من هنا 40 دليل من هنا، لكن الايام دي الطيران عدمكم 40 دليل والله العظيم، ولسه وهتشوفوا. وزي ما قلت لكم الفاجر ده عصية على الجنجة، والله ايش فقط شغل بتاع جبناء وتدوين المواطنين من بعيد، لكن اشتباك كده مواجهه كده والله الجنجة ما بتقدر. سواقين ساكت بس في الميديا يعني احنا ما عندكم اي حاجه، ما عندكم اي حاجه، سواقين بس نزل بخشوم مانعين، ما عندهم اي حاجه. ونتمنى من قيادات المشتركه انه يغيروا التكتيك ده، يشتغلوا لنا شغل هجومي. قواتكم دي اصلا طبيعتها شغل هجومي، وبتعرف الشغل ده كويس احسن من الشغل بتاع الدفاع ده. والعمليات الموعوده والذي مفاجات خليها ان شاء الله هنتطرق لها في كويس في وقتها، في وقتها ما دارنا نحرق الفيلم وما دارنا نشوف المفاجات او ما دارنا نكشف او نخلي الشغل ده شغل مفاجئ ان شاء الله، لكن اطمنوا كيزان اتفاجئنا. طبعا انا واحد من الناس والله صدمت الجنجة وبحاربه في الكيزان، وطيب الكيزان اللي معاكم تعاملوا فيهم شنو؟ ومنو في ميليشياتكم دي اساسا الماكوز؟ كده سؤال، منو في ميليشياتكم دي؟ ها؟ الماكوز، احنا بنحارب في الفلول، حفظهم لك فلول كيزان، فلول كيزان،
مع انه في مناطق في كيزان بنعرفهم حق المعرفه مرقوا لهم عرباتهم وامنوهم بعد ما دفعوا لهم. فانت يا جنجة حربك او بندقيتك دي توجهتها مباشره على المواطن، استهدفت المواطن، ما تجي لنا بالزريعه بتاعت كوز وما كوز دي شعارات وطلس اكل عليه والدهر وشرب ومعروف الشغل ده كان الغرض منه عشان الناس طبعا زهجانه من الكيزان. انتوا حاولتوا تخشوا في الهناية ده، لكن لو كان الموضوع ده من حركات مسلحه كان ممكن، لكن الجنجه هو نجي يقول لك احنا قاعدين نحارب في الكيزان، فدي سواقه، دي سواقه بالخلا. طيب ملت حصل فيها، وده طبعا برضه تابع للموضوع بتاع شنو؟ بتاع استهداف او التركيز او المخطط بتاع تجريم القوات المسلحه وحظر الطيران. شوف في ملت نازل اسبوع كامل مشتبكين بيناتهم مجموعتين، سميناه في البوست اللي نزلته جبال ده مجموعتين مشتبكين بيناتهم 32 مواطن، دي راحوا ضحايا غير الجرحى بالمئات، ده بسبب اشتباك جنجة في بعضهم. ما شفنا لنا واحد كده من المحايدين ده قال لهم لا وفي مواطنين، لكن لا، مجرد ما الطيران اليوم سجل زيارة خفيفة وكل الاهداف اللي اتدقت اهداف عسكرية، كل التجمعات بتاع جنجة 8 عربة قتالية، 2 راجمة، 2 بوكس تانكر بتاع وقود، وعدد كبير من المجرومين، ما في مواطن واحد. شايف الجماعة قالوا لا والطيران بقى صادف المواطنين ما عارف بصورة مستمرة والكلام لا 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 لا، ما في نهائي. والطيران لو بدوك مواطنين أولى ينظف العاصمة ولا يمشي بعيد هناك؟ كده سؤال، مش الأولى العاصمة؟ لا، ما عندك بحري متلبدين مع المواطنين، ليه الطيران ما اشتغلكم؟ أم درمان في اجزاء من ام درمان متلبدين مع المواطنين، ليه الطيران ما اشتغلكم؟ في الخرطوم عموما متلبدين مع المواطنين، ليه الطيران ما اشتغل بيكم؟ الطيران ده عنده توجيهات معينه، اهداف عسكريه، يا اما متحركه او ثابته، لكن خلاف ذلك دي كلها مسرحيات ساكت. واليومين ده طبعا الجرعه ده بتاع الطيران، عشان كده الجقلبه والبيكا كتير. طيب بس قبل ما اتغادر الفيديو، لايك شير ويلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب صباح الخير عليكم وين ما كنتم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. لايك واشتراك في قناة 24 والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. موقف العمليات صحيح في داخل جنجبيد طبعا في الأيام دي عندهم تصفل لأنه في داخل جنجبيد، وجنجبيد طبعا بيجوا يعني بجوا مباراة كده في داخل جنجبيد طبعا في شرق النيل وفي جزيرة، لأنه الجمال لأنه عندهم طبعا متعاونين معاهم، لأنه بجوا طبعا كمية من المتعاونين طبعا معاهم، لأنه ولانه جمال شافه كده لانه شغله دي ما بتيل، لانه حرب ده ما بتيل، ومتعاون ده لو يومين ثلاثه وقلهم كارس ولا زين كده طبعا بيجوا بجمعوا براهم كده للمتعاونين والنصر للقوات المسلحه في كل مكان. واضافه لده طبعا عندهم خلافات، لانه في داخل مصفاة الجيلي وفي شرق النيل وفي ام درمان برضه طبعا عندهم طبعا خلافات، لانه وام درمان طبعا معروف لانه محاصر، لانه ما عندهم او فرقه، لانه بيجيب طبعا الغذاء والكده، لانه اذا كده جماعه عندهم خلافات، لانه في داخل ام درمان وفي جاي ليبر نفس القضيه، لانه عندهم بسبب طبعا نقص بتاع الغذاء والذخائر. وفي شرق النيل طبعا صحيح يعني فيها خلافات، لكن خلافات طبعا بين قبائل، لانهم بيناتهم لانه بيلجوا براهم كده، لانه دي طبعا شغله بتاع جنجبيد، لانهم عندهم طبعا اولويه، لانه في داخل جنجبيد لانه انا اولاد جنيت وحاجات دي طبعا عندهم طبعا اولويه، لازم كده طبعا في داخل شرق النيل عندهم خلافات وبينجموا براهم، وبعد ذاك يعني عندهم متعاونين، لانه ومتعاونين لانه ابذاكرتين، لانه معروفه لانه دي يومين ثلاث، لانه بجي للجهه دي وبجي للجهه دي، لازم كده شنو بيجوا بيجموا براهم كده. والنصر للقوات المسلحه في كل مكان. امس في شرق النيل جغم اكبر طبعا مخزن بتاع المسيرات طبعا في داخل شرق النيل، وفي جزيره بر نفس القضيه، لانه جغم اكبر طبعا مخزن بتاع الذخائر وبتاع المسيرات في داخل الجزيره. والنصر للقوات المسلحه في كل مكان. تحياتنا شباب، شكرا لكم واللي قدام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتنا، السلام عليكم.